المرحله ديت اهم مرحله، احنا بندعو المهندس فرج عامر وجميع الاعضاء انها تتكاتف مع بعض لحل المشكله وسرعه تسديد الاشتراكات لحل مشكله الاصلاح الزراعي، وان اعضاء نادي سموحه ما هم الا اسره واحده يجب انهم تتكاتف حتى الخروج من هذه الازمه. حضرت النادي ده لما كان شبه ما فيهوش غير مبنى واحد بس وما فيش لا طرق ولا في انشاءات، واللي انشا النادي ده وقام بيه بالكامل اللي احنا فيه دلوقتي المهندس فرج عامر، وده يرجع له الفضل والحمد لله. والنادي دائما في ازدهار وفي تقدم، كل يوم احسن من اليوم اللي قبله، ونتمنى ان شاء الله نشوف النادي ده على طول في تقدم، وطول ما المهندس موجود وربنا يكرمه ويحل لنا مشكله الاصلاح الزراعي، وان شاء الله كل الامور هتنحل وهيبقى النادي مزدهر دائما وابدا. بحب نادي سموحه جدا وبفتخر بيه وبشجعه في كل الالعاب طبعا، وبروح الاستاد اشجعه في الكوره، ومبسوطه جدا بدعم الباشمهندس لفريق الكوره السيدات ودعمه لينا يعني، وشكرا طبعا على فاليو والحاجات الجديده، التطورات اللي جام بتعمل شغل حلو جدا في النادي، وكل حاجه بنطلبها الصراحه بيدينا الدعم بتاعها، والف شكر للباشمهندس. بشكر الباشمهندس فرج عامر على ان هو رجع النادي تاني وتحمل مسؤوليته، وبشكره طبعا ان هو على مجهوده مع الاصلاح الزراعي، وباذن واحد احد ينهي المشكله دي على خير وهو قدها، وبشكره ان هو دخل خدمات جديده في النادي. بشكر الباشمهندس محمد فرج عامر على اعاده سموحه الى كيانها الصحيح، بمعنى الامن دلوقتي مستتب، مفيش حد خايف من اي حاجه من الاعضاء، انا شايف كل الروح الجميله رجعت، شايف نظافه النادي، شايف رونق جديد للحدائق بتاعت النادي، شايف نظام، شايف فريق الكوره بعد ما كان على حافه الهويه اصبح تماسك، واصبح فعلا بتدعيمات اللي عملها المهندس فرج في يناير خد وضعه، يكفي ان هو كسب اخر ماتشين انبي والنادي المصري. بشكر الباشمهندس على كل الحاجات اللي عملها في النادي الحلوه خلال 25 سنه، وبعوده الباشمهندس رجع الامن والسلامه للنادي. الباشمهندس محمد فرج عامر هو صاحب النهضه الاساسيه في نادي سموحه، والتطور الكبير اللي حصل في البنيه التحتيه واستغلال المساحات الواسعه في النادي بالشكل الامثل اللي بتليق باعضاء النادي، وطبعا النجاح القوي اللي حصل في جميع الالعاب الرياضيه، لان الباشمهندس محمد فرج عامر فعلا هو داعم قوي جدا لجميع الالعاب الرياضيه في نادي سموحه. بحب اشكر المهندس فرج عامر، بقول له ربنا يوفقك في خلال الفتره دي على اي مشكله منها الاصلاح الزراعي وفريق كره القدم، ربنا يوفقه. طبعا المهندس فرج عامر احنا ما نقدرش ننكر هو عمل ايه للنادي. الباشمهندس فرج عامر كلنا بنقول ان الباشمهندس فرج عمل حاجات كتيره جدا 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 للنادي، ونقدر نقول ان الانشاءات ده اكبر دليل. احنا عندنا انشاءات في نادي سموحه تعتبر بالمليارات، نادي سموحه من اكبر الانديه في الشرق الاوسط، نادي سموحه بيرعى 35 لعبه وبيحقق نجاحات وبطولات في كل الالعاب، ومحدش يقدر ينكر الكلام ده، وكلنا كاعضاء شايفين الكلام ده.